وي راك في هذيك لا سيتياسيون اللي طاح فيها جعفر قاسم وي اسكو دير حاجه اخرى وما تريسكيش تنحي صالح ولا تي برون لو ريسك كومام ودير حكيم زلوم ثاني اللي نحيوه فنان كبير ثاني. انا اشوف كل الاحترام اللي عندي صالح اوغلوت وانا انسان فان تاعو للدرجه وين نقدرش امن انا ونموت على صالح جان نحبوه كصالح. لكن جعفر قاسم يعني يعني كيفاش الاعمال شوف الاعمال تاع جعفر قاسم تحكي عليه يعني بلا ما نهضروا عليها انا وياك ولا الاعمال واش دار من قبل سيفريك اعمال اللي دارها مع جعفر قاسم ولا اعمال اخرى اللي دارها بلا جعفر قاسم بلا صالح اوغلوت اللي ربي يشافيه سيتي ان بروجي اللي كان واجد باش يخرج صاروا امورات هكذايا مام صالح كان في الديبي تاع كان مريض شويه عيطوا منه كانوا ناس كانوا حين يخدموا هذاك العام كانوا يستناو في 10 ل 10 الشعب كان يستنى في 10 ل 10 الفو اتخ جعفر قاسم باش تدي ديسيزيون كيما لا احنا بغينا نتخيلوا لو كان جيت انا جيت جعفر قاسم واش دير لا ديسيزيون يا خويا تريسكي ارا تليفوني اللي يقدر يتشارج نعيط لجعفر زخسر لا 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 جعفر دقيقة راني انت انا لو كان راني جعفر قاسم يكون عندي تات خمام تاع جعفر قاسم رانا في ليماجيناسيون انا ليماجيناسيون واحد جعفر قاسم جعفر قاسم جو برون لو سموك مسيو جيف جيف جو برون لو ريسك